بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم، هو مش مودي جده على فين؟ مودي حبيبتي على المكان اللي هنروحه كلنا إن شاء الله، بس بعد عمر طويل. طب وهو ليه ما خدنيش معاه؟ بعد الشر عليك، عشان الأطفال الكتاكيت الحلوين اللي زيك ما ينفعش يخشوا جوه. طب ليه؟ عشان من غير ليه، هو كده وخلاص. طب هو انت اطفال ايه؟ قصدي يعني انت ليه ما روحتش مع ميشو؟ اروح فين جوه؟ لا، اصل انا كفوزي لو دخلت جوه بقى روحي هتروح وقلبي هيتقبض، وبعدين انا قلت افضل معاك انت هنا احسن. طب ليه؟ عشان انت ايه حكايتك كل شويه ليه 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 ليه؟ ده تطلعت لمده قوي. اوف، كله تمام. روحت جده؟ خلاص روحت. اطلع تركي. اطلع على فين بقى؟ ابوس ايدك، ده عندي كام مشوار ولسه في كوافير وموزز، عايز الحق. خلاص خلاص، نزلني على اول الشارع واعمل مشاويرك وبعدين ابقى عدى عليك. على فكره يا بيشو، لا تركي، صفوت نصار لسه في الروح. ايه؟ انت عرفت منين؟ واحنا في المستشفى شفت رجالته هناك، ولما طقصت عرفت ان رجالته لحقوه قبل ما يفرفر. لسه في الروح للكلب عامل زي القطط بسبعة ارواح. يبقى انت يا تركي لازم تختفي خالص، تحط عينيك في وسط راسك وتخلي بالك. طب وانت يا صاحبي؟ ما تقلقش عليا. طب وانا يا ميشو؟ انت مش جعانه؟ ده هموت من الجوع، مش انا صايمه. خلاص احنا هنروح ناكل وبعدين اروح اشتري لك فستان العيد. طب ودودو؟ دودو يا ست هنروح لها المستشفى وناخدها معانا. قول لي بقى زياد باشا، ايه اللي حصل؟ مش مصدقني ولا ايه يا نضال؟ بقول لك يا اخي، دفاع شرعي عن النفس. مصدقك بس عايز اقتنع. انا طلبت امسك القضيه دي بالذات عشان اساعدك، ولاني متاكد ان ليها علاقه بسرقه محل عنتر الباشا. انت تعرف عنتر الباشا وليك علاقه بيه؟ لا لا، قصدي يعني ان علاقتي بيه عاديه جدا. بس انت قلت لي غير كده، انت قلت لي انه جار حماك وحماك كان موصيك عليه وحاجات زي كده يعني. مظبوط، انا رحت له بعد ما كنت عندك عشان اطمنه انكم هتوصلوا للجانب. وطمنه بصفتك ايه؟ انت اساسا ما كنتش ماسك القضيه دي. انت تعرف اللي سرقه يا زياد بيه؟ تعرف اللي سرقه يا زياد بيه؟ لا طبعا ما اعرفهمش، بس انا رحت له بصفتي ضابط وعارف انكم هتوصلوا للجانب، لان المجرم مش ممكن يفلت من العقاب ابدا. عايز يقتلك ليه لما انت كنت هتساعده؟ في ناس فهمون ان انا وصلت اللي سرقوا الذهب وقسمت معاه. وده حصل؟ لا طبعا ما حصلش. طب انت كنت متفق معاه يعني لما توصل اللي سرق وتاخد منه النسبة او فلوس؟ لا طبعا ما حصلش. امال بتعمل كده لله والوطن يا زياد باشا؟ قصدك ايه يا نضال؟ لا مفيش. طب انت ايه اللي وداك المزرعه من اصله؟ عنتر الباشا اتصل بيا وقال لي انه عايزني ضروري. لما رحت لقيتهم عاملين لي كمين. بس انت كنت لابس واقي الرصاص الخاص بالشغل الميري، ليه لبسته وانت مش في مهمه رسميه؟ وليه لبست واقي الرصاص وانت اصلا ما تعرفش ان عنتر الباشا عامل لك كمين؟
انا كده مش هعرف اساعدك ازاي يا باشا. طب قول لي، في علاقه بين قتل عنتر الباشا في نفس اليوم اللي اتعرض فيه صفوت نصار للقتل؟ معرفش معرفش. ادخل. تمام سعادتك يا مدير باشا. بعد تفتيش شقه زياد باشا لقينا اللفه دي وفيها جزء من مسروقات محل عنتر الباشا. ايه؟ اتاكدتوا يا صلاح؟ طبعا يا فندم، نفس المواصفات بتاعت المسروقات اللي اتبلغ عنها برقم الكود اللي على كل قطعه. اولاد الكلب. نهدى. محدش فتح بق. مش مهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اجتماع القوة السرية العلني رقم 19. حماية وحماتي الأفاضل، الرجالة الشجعان الأقوياء الأذكياء الأوفياء، إنه بلا إنه بلا كلام فاضي، الرجالة جايين عشان يفضوها سيرة. إيه؟ يعني إيه يفضوها سيرة؟ أهو قدامكم فهموه. يعني لحد كده وكفاية يا أستاذ فطين، وهي لا مؤاخذة ماشية بالزق. وبعدين إحنا لا قد درغام ولا قد رجالته، ده عنده حمار وجحش. إذا كان البوليس والحكومة نفسهم ما قدروش عليه، إحنا بقى كده اللي هنقدر عليه. بلاش كلام فارغ. ايه؟ كلام فارغ يا سيكا؟ ده انت غبي اصلا. انت عارف الفارغ من المليان علشان تتكلم؟ تراجعوا احسن لكم. مفيش تراجع. انتوا كده بتعرضوا نفسكم للانفصال من الخلية، وده اخر انذار ليكم. قلتوا ايه؟ طز طز كده هو؟ طب يكون في معلومكم بقى، انتوا لا رجالة ولا شجعان ولا اذكياء ولا زفت، وانا بقى احذركم، اي معلومه تطلع عن الخليه السريه هنا ولا هنا هتبقى خيانه، والخيانه عقوبتها الموت. برا. طب نستاذن احنا. طز. نكمل اجتماعنا يا رجاله. اجتماع ايه يا ابو اجتماع الفشل والصيع؟ انا عندي روايه هخش اخلصها احسن منكم. لا حول ولا قوه الا بالله. ما تزعلش منها يا فطين يا ابني. معلش يا عم عزوز، انت عندي بالدنيا كلها. نكمل بقى اجتماعنا بسم الله الرحمن الرحيم. معلش معلش يا فطين يا ابني. انا مضطر استأذن عشان عندي مكوى. يعني امشي يا عم عزوز؟ لا يا حبيبي، بيت بيتك، الباب اهو. كل حلفائك باعوك يا فطين. افتح. طيب طيب خير يا بيه؟ مش التوبجي ساكن هنا؟ من هو فين ان شاء الله؟ مش موجود. وانت تطلعي مين؟ انا جارته اللي في الاوضه اللي جنبه دي، وهو سايبني المفتاح عشان ارتب له الاوضه. طب لما يجي بقى قولي له يسلم نفسه في المديريه احسن له. ليه بس يا بيه؟ هو كان عمل ايه بس والنبي؟ مالكيش دعوه، اسمعي اللي بقولك عليه وبس. بقولك ايه؟ هو انا ما شفتكيش قبل كده؟ الصبح في المستشفى، ما انا اصلي ممرضه، الصبح في المستشفى وبالليل بروق الاوض. واسمك ايه بقى؟ دنيا. طيب يا شاطر، لما يجي قولي له ان مصلحته يسلم نفسه في المديريه، ماشي؟ ماشي.
ايوه يا ميشو، وحشتني قوي انت. يو يا ميشو كنت هتنسيني. اسمع، في ضابط هلف جه هنا وسأل عليك. اما خربت بيتك يا صفوت يا نصار، ما بقاش انا فطين علي حسين الجرحي. محكمة! ده ميشو؟ السلام عليكم، ازيك يا ميشو؟ وحشتني قوي، تعالى كل. ايه؟ كانوا عايزين يقتلوك؟ مين الكلاب دول وانا كنت اكلهم بسناني؟ حاضر حاضر، سامعك. هخلي طبعا بالي من نفسي ومن امك يا ابني. ايه؟ ممكن يكون عن هنا؟ ليه وانا عملت حاجة انا؟ حاضر 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 يا ميشو، خلي انت بس بالك من نفسك يا اخويا. ماشي، هي حصلت ولا ايه؟ ماشي، مع السلامة. الكلاب هيخلصوا علينا؟ ليه هي سايبة ولا ايه؟ تعالى بقى شوف مراتك وشوف لك صرفة معاه. في ايه يا اما بقى؟ في ايه؟ انا مش ناقصة دلوقتي. جات لك علبة هدية وهي مصممة انها من واحدة ست وبتفتحها برا. بتفتح ايه بنت المجنونة دي؟ الحقوني الحقوني يا فطين، الحقوني 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 يا فطين. في ايه عطر؟ في ايه؟ بينها قنبلة بحاجتك كده، بفتح العلبة دي لقيتها جواها قنبلة. وايه اللي خلاكي تفتحيها؟ ده انا هاكلك بسناني بس لو ربنا نجاني. اعمل ايه يا فطين؟ انا خايفه تنفجر في ايديا. الهي يا رب تنفجر فيك عشان نخلص منك ومن اوامر امك. اعمل حاجه يا فطين، هتسيبها كده؟ اعمل حاجه يا ابني. يما يعني كان حد قال لها يعني تفتح حاجه مش بتاعتها؟ ربنا ياخدك يا رب. مهما كانت تعرف انها قنبله. طب اخرجي بسرعه يا قبل ما تنفجر. اخرج ازاي بس واسيبكم يا ابني؟ ما انا هروح اجيب العيال واحصنك. يلا يلا. يا رب تموت يا رب تموت يا رب تموت. تاخدها مني يا فطين، انا خايفه. ايه علشان تنفجر فيا انا؟ عايزه تفجريني يا قدر يا بنت شعر. ايه ده؟ ايه ده؟ امسك. انا انفجر. ايه يا وي بقى هيقتحموا المكان ازاي؟ فاضل بقى نكهرب السلك. يا فطين يا فطين. نعم يا امر. نعم. ده ايه القرب ده يا ربي؟ فطين فطين يا ابني فطين. ايه يا ام خير؟ في حاجة؟ افتح يا ابني افتح يا ابني، عشان انا تعبت قوي يا ابني. يا ام استحملي شويه، الخطر محاوطنا واللعب بقى عن مكشوف. بقول لك افتح يا ابني، هتخنق. طب خلاص يا ام خلاص. في ايه بس؟ في ايه؟ تعالي يا ست الكل. في ايه ده؟ انا كنت هموت يا ابني، مش قادر اخد نفس. بعد الشر عليك يا غاليه، بعد الشر عليك. بس انا خلاص لقيت حل عبقري، انا هعمل لك فتحات تهويه في ظهر الدولاب عشان تتنفسي. يلا بقى دلوقتي خش، عشان ممكن يقتحم علينا المكان ده في اي لحظه. هما مين دول اللي يقتحموا يا ابني؟ ياما اللي متربص لنا، اللي عايزيننا نغمي عينينا عن الحق. استر يا رب. خلاويص يا فطين. خلاويص ايه يا قطر؟ احنا بنلعب استغمايه هنا؟ انزلي تحت السرير زي ما انا منبه عليك يا بنت. مش قادره، تحت السرير ضيق قوي. ضيق ولا انت اللي من كتر الحش بغلتي؟ شايفه يا ماما ابنك بيقول عليا ايه؟ لو سمحتي يا قطر ما تغيريش الموضوع. العيال فين؟ كل واحد في الصندوق الخشب اللي انت عاملهولي. دول يتخانقوا كده يا ابني. ما تقلقيش يا امي، انا مأمنهم كويس. وانتوا رجاله زي ما فهمتكم، لو حصل اي هجوم كل واحده فيكم تلزم مكانها، وانا بقى لو هوبوا هفجرهم. تليفون التليفون ده بيشتم. امنوا ظهري. السلام عليكم حضره الضابط نضال باشا. ايه؟ بس انا بكره عندي جلسه مهمه. خلاص خلاص يا فندم، انا هخليها تروح لوحدها بكره. بقول لسعادتك ايه بالنسبه بقى للكلام اللي انا قلته لك بتاع عم زلعوكه؟ خلاص خلاص خلاص، ما تتنرفزش بقى. ماشي، هتلاقينا بكره ان شاء الله يعني، ما تقلقش. مع السلامه. في ايه يا فطين؟ لازم يا امي تروحي بكره هيئه المساحه في مصر. اروح لوحدي يا فطين؟ الضابط نضال يا امي كلم مسؤول كبير قوي، ولازم انت شخصيا تبقي هناك علشان هتستلمي منهم وثيقه تثبت قانونا ان الارض ملكنا. خلاص
هروح وامري لله. اعمل ايه؟ اروح الشغل ازاي دلوقتي؟ انا كنت معتمد على ماما عشان اسيب مع العيال. شغل ايه يا امو شغل؟ خلاص بح يا اختي، خدي اجازه، وبعدين انت قانونا ليكي اجازه وضع واجازه رعايه طفل، وانت عندك طفلين يعني ليكي اجازتين. الكلام ده يا اخويا للناس اللي متثبتين، انما انا شغاله بعقد. ايه ده؟ ده اسمه كلام ده؟ خلاص انا من بكره هرفع قضيه على الحكومه ان اللي شغالين بعقد ياخدوا نفس الحقوق. يلا بقى كل واحده منكم ترجع لمكانها لحد ما اخلص الباب. اللي وقع بره ده ما تقلقيش يا امي، ده تلاقي الباب ما استحملش الترابيس اللي شايلها. يا باشا انا هنا ليه؟ انا صحيح في السواب ايه زي الفل، يعني كله تمام. البرازيلي راح لك شقتك ليه؟ البرازيلي كان متراقب، اوعى تكذب. واكذب ليه يا باشا؟ كذب خيبه. جالي. وجالك ليه؟ لا مؤاخذه يا باشا، هو ومديحه مراته دبوا خناقه مع بعض الرب السما، وانا عشان اعرف مراته فقلت يعني اصالحهم على بعض. وعشان كده رحت النهارده المديحه. ها اسم الله عليك يا باشا، ده لا بالاصول والواجب. يرضيك حد يعلم على التركي؟ انت تعرف عنتر الباشا؟ طبعا ده الباشا اللي كنت شغال معاه، الله يرحمه بقى ويبشبش الطوبه اللي تحت راسه. وعرفت منين انه مات يا باشا؟ الناس كلها بتتكلم على زياد باشا الخولي اللي فيصه وسرق وخلع. انت تعرف زياد الخولي؟ ومين ما يعرفوش يا باشا، بس الشهاده لله ما في حد عرفه الا ودعى عليه. ليه يا ترك؟ ليه يا باشا؟ بلطجه وفرده وإتوات وربك والحق، لا كان بيعتق لا كبير ولا صغير. يعني ممكن يكون هو اللي سرق محل عنتر الباشا؟ ده يسرق ابوه يا باشا. تعرف حد اسمه ميشو الحاوي؟ اعرفه. ايه اللي اعرفه يا باشا؟ ده واد ايه؟ الماز، وقلبه ده ابيض من لبن الحليب. يعني زياد الخولي ما طلبش منكم انت وميشو والبرازيلي انكم تسرقوا محل عنتر الباشا لحسابه؟ لا 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 لا، ايه يا باشا؟ ايه اللي انت بتقوله؟ لا لا لا، دي عمليه واسعه كبيره علينا قوي، احنا مش بتوع الشغل ده، ولو فرضنا انه طلب مننا مش بتاعتنا. العمليات دي ليها ناسها يا باشا وعلى يدك. ما انتوا فتشتولي قبل ما اخش سعادتك، لقيتوا معايا حاجه؟ ملاليم. احنا مش بتوع الكلام ده، احنا بتوع حته قماشه متهربه نكسب فيها قرشين، اطلع لي طالع مع الخواجات اقلبهم في 400 500 واتعشت، ده اخرنا. كنت فين يوم الخميس اللي فات يا ولد؟ كنت عند مديحة. عند مديحة بتعمل ايه يا روح امك؟ يا باشا اليوم ده الواد البرازيلي اتجوزها عرفي، وانا وميشو شهود على العقد ده. بس لربك والحق يا باشا، الواد البرازيلي اصله على قده، غلوبه كده طيب ملوش فيها، والبنت مديحة دي زبالة. بس جبارة. جبارة. قوي قوي قوي. الله يسلمك يا حمدي. الحمد لله على السلامة يا صفر بيه. شكرا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا شيري. أنا هدخل أستريح شوية يا حمدي. صلاح بيه من المباحث هو مستني سعادتك عشان ياخد شوية أقوال. أنت ما بلغتوش؟ بلغته سعادتك بس هو مصر. مساء الخير يا صفوت بيه، والحمد لله على سلامة سعادتك. الله يسلمك، اتفضل. خير يا حضرة الظابط. آسف يا فندم، كان في شوية أسئلة كده. سعادتك بتتهم حد معين بمحاولة قتلك؟ أنا ليا أعداء كتير، وطبيعي يكون حد منهم. أيوة يا فندم، زي مين بالظبط؟ معرفش. عرفت سعادتك إن عنتر الباشا اتقتل في نفس الليلة اللي كان فيها محاولة لقتلك؟ عرفت. طب وتفتكر سعادتك ان في علاقه بين الحادثتين؟ معرفش.
ايوه صفوه كبير، بس سعادتك كنت مع عنتر الباشا ليله الحادث. احنا في بيننا بيزنس وطبيعي اننا نتقابل. طب سعادتك عرفت ان زياد بالخولي هو اللي قتل عنتر الباشا؟ يا حضره الضابط انا مجهد وتعبان ولازم استريح. وصل حضره الضابط يا حمدي. انا اسف لازعاج سعادتك. مع السلامه. يلا يا نور. الشنطة دي فيها ايه؟ الشنطة دي فيها الكنز. والعصابة الشريرة عايزة تاخد الكنز ده مننا؟ اه يا نور، بس احنا بقى مش هنخلي العصابة الشريرة تاخده، عشان الكنز ده هو اللي هيوصلنا للدقة. الجنة اللي فيها جدي وبابا وماما؟ لا لا يا حبيبتي، جنة تانية خالص، بس جنة هنا في الدنيا ما بيدخلهاش غير اللي معاه كنز زي ده بس. لا بس انا كنت عايزه الجنه اللي فيها جدو وبابي وماما. ما ينفعش يا حبيبتي، ما ينفعش غير لما ربنا يأذن. طب ما احنا ممكن نكلم ربنا ونقوله، مش ربنا بيسمعنا برضو؟ طب يلا يلا يا نور يلا بينا. لا استنى استنى. ايه والعصافير دي مين اللي هياكلها؟ مين اللي يشربها؟ حرام كده يفضلوا محبوسين، حرام. اه صح، ده حتى الحبسه وحشه. احنا بقى هنخرجهم يشموا الهوا ويشوفوا الدنيا. رحمه ونور على عم توفيق. برضه لسه مصر على اقوالك يا فندم؟ انا بريء، انا اتلعب بيا. طب ما انت لازم تقول لي الحقيقه علشان اقدر اساعدك. امرنا نحن مصطفى عبد الخالق وكيل النائب العام بحبس المتهم زياد الخولي 15 يوم حبسا احتياطيا على ذمه القضايا المتهم بها، على أن يراعى التجديد له في الميعاد. تمام سعادتك يا فندم. أنا صراحة عملت إيه؟ للأسف ما وصلتش لحاجة مع صفوة نصار. زي ما كنت متوقع بالظبط. ده يا فندم ملف فيه كل التحقيقات اللي حصلت. ساعتك ما عندكش جديد؟ في حاجة غريبة بتربط الأحداث دي كلها ببعضها، بس أنا مش قادر أوصلها. إحنا ماسكين كل الخيوط في إيدينا يا صلاح، بس للأسف مش متربطة. طب ساعتك ما وصلتش لحاجة مع الواد اللي اسمه فوزي؟ الواد ده عنده اللي يعرفه، عشان كده أنا سبته يخرج. بتفكر في حاجة ساعتك؟ بفكر في دور الشطرنج. إيه رأيك؟ شطرنج دلوقتي؟ كان في وزير ومات في حادثة عربية. تقصد سعادتك رشدي الطوخي؟ تمام. وكان في وزير تاني اللي قتل الحصان. سعادتك ده عنتر الباشا واللي قتله زياد الخولي. مظبوط. دلوقتي بقى اللعب على المكشوف ما بين الملك والحاشية بتاعته وطرف خفي هم اللي دخلوه جوه اللعبة ومش عارفين يخرجوه منها. طب الملك هو صفوة نصار، لكن الحاشيه بتاعته تبقى مين؟ كل الفاسدين اللي كان بيشغلوهم فلوسهم وياخد منهم عمرته. طب والطرف الخافي يا فندم اللي هم زرعوه وعايزين يخلعوه؟ اللي كانوا بيستغلوه؟ اللي كان بيشتغل لحساب رشدي الطوخي وزياد الخولي وصفوت نصار وعنتر الباشا. طب الطرف الخافي ده قلب عليهم ليه؟ طمع يبقى زيهم؟ عشان كده بقى احنا هنلعب معاهم الجيم وهنساعدهم كمان.